السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم طريقة الفراخ المشوية. أنا عملتها معاكم قبل كده بس أنا حبيت أعملها معاكم تاني بطريقة مختلفة شوية، بس إن شاء الله تعجبكم. وكمان هعمل معاكم رز بسمتي بطريقة سهلة جدا، بس يا ريت قبل ما يبدأ الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديدة، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده. انا هنا كنت جايبه 3 طماطميات كده مقطعاهم و3 فصوص ثوم وبصلتين علشان اتبل بيهم الفرخه، وجايبه كمان مكعب مرق دجاج، وجايبه بابريكا وثوم بودره وشطه وبصل بودر وملح وفلفل. الحاجات دي علشان اتبل بيها الفرخه. وطبعا انا هنا كنت غاسله الفرخه كويس جدا ونقعها في ملح وخل وليمون وصفتها طبعا من الميه. فانا بقول لكم هنا اللي انا هقطعها من الجزء ده علشان اشويها. انا بقى جبت القطاع علشان ابدا اقطع الفراخ. هجيب الفرخه وهقطعها من الظهر بالطريقه دي علشان انا هشوي الفرخه في الشوايه في الفرن، فهشويها مفتوحه بالطريقه دي. هشيل الرقبة بتاعتها دي، انا مش بستعملها. وكده خلاص انا قطعت الفرخة. انا عايزاها تبقى مفرودة بالطريقة دي علشان اقدر احطها في الشواية. دلوقتي بقى انا هبدا اجهز التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ. دلوقتي بقى هجيب الخلاط وهحط فيه البصل والطماطم عشان اضربهم في الخلاط، وهحط معاهم كمان فصين ثوم. وكمان هحط كل التوابل اللي انا هحطها على الفراخ، وهحط كمان مكعب المرق، وهحط على البصل والطماطم والتوابل دي شوية خل، وهجيب كمان كوباية مية هحطهم في الخلاط علشان الخلاط ينفع يشتغل. طبعا لو في الكبة ممكن ما نحطش كوباية المية عادي. وكمان هنعصر ليمونة. كده بقى حطهم يتضربوا كويس في الخلاط. كده خلاص الخلطه اتضربت اهي في الخلاط، بقت كلها سائله. هحطها على الفرخه علشان اتبل بيها الفرخه. هحط الفرخه اول في كيس وبعدين هنزل عليها التتبيله دي. انا كنت متبله التتبيله ديت للفراخ قبلها بيوم، يعني انا دلوقتي هحط الفراخ في التلاجة بالتتبيلة دي، وتاني يوم ان شاء الله هبدأ ايه اطبخها. انا هنا كنت حطيت كل التتبيله، هقفل عليها الكيس كويس علشان التتبيله توصل لكل جزء في الفرخه. هقفل بقى الكيس وعينها في التلاجة. انا هنا كنت تاني يوم طلعت الفرخة من التلاجة. طبعا دلوقتي بقى هبدأ افتحها علشان ابدأ احطها على الشواية. انا هنا جبت صينية مستطيلة وحطيت عليها ورق فويل علشان ما تتوسخش،
وحطيت عليها الشواية، وهبدأ احط الفراخ في الشواية بالطريقة اللي انتوا تشوفوها دي. هفرد الفراخ كويس جدا وهضغط عليها علشان تبقى مفرودة، واقفلها كويس عليها بالشواية، واحطها في الفرن على درجة حرارة عالية عشان تستوي. دلوقتي بقى هبدأ اعمل الرز. انا عندي هنا رز بسمتي، وعندي كمان عندي هنا ورق لورا وحبهان. انا مش هحط توابل كتيرة يعني، وحط كمان بصلة متقطعة مربعات، وعندي كركم. هبدأ دلوقتي بقى اعمل الرز. اول حاجة اروح اغسله، وبعدين هحطه بقى على النار. هجيب حلة على النار كده وهبدأ احط فيها شوية زيت، وبعد كده ابدأ انزل البصلة اللي انا مقطعاها مربعات في الزيت واقلبها. وهحط عليها الورق اللورة والحبهان، هقلبهم فيها برضو شوية. وبعد كده هنزل عليهم بمكعب مرق دجاج وهقلبه معاهم برضو. هقلبهم شوية لحد ما البصلة تصفر ومكعب مرق الدجاج يدوب. هبدأ انزل عليه الرز. طبعا انا غسلت الرز، هبدأ انزل عليه الرز واقلبه. وبعدين هبدأ احط على الرز الكركم، تقريبا معلقة كركم كبيرة، وطبعا على حسب كمية الرز. وهقلب الكركم كويس جدا مع الرز. وبعد ما اقلب الرز كويس مع الكركم، ابدأ انزل على الرز المية. طبعا الرز البسمتي بياخد كل كوباية رز عليها كوبايتين مية. هنزل بقى المية بتاعته وهسيبه يغلي على النار، وما يشرب المية بتاعته هوطي عليه النار واسيبه يستوى براحته. انا هنا مكنتش حطيت معلقة الملح، دلوقتي هحط معلقة الملح واسيبه بقى يستوى على النار براحته. دي هنا الفرخة بعد ما حطيتها في الفرن ساعة، كانت دخلت في السوا شوية. الرز بيغلي اهوت. هنا دلوقتي بقى شرب المية، دلوقتي هوطي عليه واسيبه يستوى. وهنا كان بقالها ساعة ونص تقريبا في الفرن، وكانت استوت خلاص. هشغل عليها بقى الشواية عشان تاخد لون من فوق. وهنا الرز كمان كان استوى. دي الفرخة بعد ما طلعتها من الفرن. وهنا خلاص كنت قدمت الفراخ والرز، كان الاكل خلاص خلص. تتبيلة الفراخ دي التتبيلة بتاعتها تحفة جدا، زي بتاعت المطاعم بالظبط. ياريت تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. وكده خلاص نكون خلصنا وصفة النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة، وكمان تعملوا لايك للفيديو. انا هنا كنت بوريكم الفراخ مستوية ازاي ودايبة خالص، بس هي كانت سخنة لسه.